إذا تحدثنا عن الإجازات فيمكن أن نقول وبقلب مطمئن إننا من أكثر الشعوب التي تحصل على إجازات، ولكن السؤال الأهم، هل نحن شعب يحسن استغلال الإجازات والعطلات؟ الإجابة أن أغلبنا لا يستطيع استغلال وقت فراغه، فهو يبذل مجهود ضخم للحصول على إجازة من عمله ثم يذهب إلى المنزل فلا يستغل العطلة إلا للنوم أو الأكل أو المتابعة المملة للقنوات أو مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يعود مرة أخرى إلى العمل فيشعر فورا بحالة من الملل تصل في بعض الأحيان إلى الاكتئاب، ثم تأتي مرة أخرى عطلة رسمية فيذهب إلى منزله ويفعل ما قام به مرة أخرى. القليل من هذا الشعب هو من يحسن استغلال إجازته بطريقة مثلى بين الرياضة والرحلات داخل مصر وحتى خارجها والقراءة. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبقى السؤال، هل سيستطيع المصريون استغلال إجازاتهم أم يبقون في منازلهم مكتفين بالنوم والطعام؟ أثناء الفاصل